السلام عليكم يا سادة وعدكم. أغلب الناس لما ينزلوا فيري 5 بيصير معهم مشكلة إنه بيكونوا فاصلين النت، فبالتالي الماتريال ما بتنزل. الماتريال اللي بتكون هي المكتبة الجاهزة من الفيري ما بتنزل عندهم. فهون كيف ممكن إحنا نحل هاي المشكلة؟ طبعا في طرق كتير. أسهل وأسرع طريقة إنه أنا حروح على قائمة إبداء، فيكن تلوبوا أو تعملوا بالبحث على الفيري. اوكي، فانا هي عندي الماكس فيري 5، الماكس 2020 فيري 5. القائمه اللي ممكن تعملوا عليها بحث اللي هي فيري ماتريال لايبراري داونلود. اوكي، طبعا هلا انا نازله عندي، بس اذا انتم مو نازله عندكم بس اعملوا داونلود وبيرجع بينزل لكم اياها، طبعا بشرط يكون موصول عندكم النت. هذا بعد ما انتم تخلصوا تنزيل الفيري، وان شاء الله بس يخلص تنزيل بياخد وقت حسب سرعة النت عندكم، ممكن ساعة أقل أكتر. وبس تفتحوا الماكس أو تسكروا وتفتحوا بترجعوا بتلاقوا القائمة موجودة عندكم وشغالة وما فيها أي مشاكل. أوكي؟ طيب، إن شاء الله يكون الشرح واضح ومفيد للجميع. دمتم بخير.